هاش تايمان ديجيتال تولز اكسبرت فروم لا لبنيز الترناتيف ليرنينج. هالفيديوهات هن جزء من المدرس بروجكت ومن خلاله رح نتعرف سوا على ديفرنت اونلاين تولز وكيف نستخدمهم. بالفيديو اليوم رح نتعرف سوا على كويزلت. كويزلت هي اداه من خلالها بيحضروا التلاميذ للامتحان وبيدرسوا للفحوصات بطريقه بتسلي وبتشجعهم من خلال فلاش كارد، من خلال العاب وغيرها من النشاطات. خلينا نشوف كيف. منفوت على www.quizlet.com، نكبس على sign up، منحط الايميل واليوزر نيم والباسورد، او اذا عنا اكاونت مع جوجل فينا دغري نعمل continue with جوجل. قبل ما نحن نخلق الست تبعيتنا من الاول رح نشوف sets already موجودين على Quizlet معمولين من غير اساتذه. بكبس على your library وبكبس find a study set. لنقول هن عم يدرسوا عن السيلز بالصف وعندهم فحص جاي وانا بدي ساعدهم يدرسوا بالبيت. اللي فينا اعمله انه فتش هلأ على ست عن السيلز. مثل ما شايفين هون مثلا عندي ستس موجودين اوريدي من اساتذه عاملينهم، فينا اكبس بريفيو بس لشوف شو في بقلبها هيدي الست، اذا بتناسب الاشياء اللي نحن عم ناخذها او لا. اذا ما بتناسب برجع بطلع بكبس فيو اول بشوف غير ستس موجودين. في عندي كل هول الستس والحلو انه كل وحده عاملين عليها ريفيو كاتبين او عاطينا ريتنج اذا هي منيحه او مش منيحه وقد ايه. خلينا نبلش باول وحده. رح اكبس اول وحده ورح اكبس ستدي. صوره التلاميذ هن بدهم يتمرنوا على هالمعلومات الموجوده هون. فينا نقي كذا طريقه يتمرنوا على المعلومات، رح فرجيكم اياهم على السريع. ممكن يكونوا فلاش كاردز، يعني كأنهم عم يقروا على كل بطاقه الاسم مثلا هون السيل وول وشو بتعني، بيرجعوا بيعملوا نيكست كمان نيوكليوس وشو بتعني. الطريقه الثانيه هي ليرن. مثلا هون بليرن حاطين للمعنى للكلمه وانا بدي اعرف اي كلمه منهم بتناسب هيدا المعنى، وحتى فينا يقروا لي اياها. مثلا رح نقي هون نيوكليوس، بيرجعوا بيعطوني وحده ثانيه وبنرجع بنكفي فيها. فينا نقي مثلا تيست. هون بيعملوا لي امتحان هن ومستعملين كل المعلومات اللي انا بحاجه لها لهيدا الفحص. مثلا عندي سؤال true or false بجاوب عليه، عندي سؤال definition كمان true or false، في عندي مثلا multiple choice كمان نقي الجواب الصحيح من بين كل هالخيارات اللي عندي اياها، وبكفي بالكويز لحتى تحت. حتى هون في مثلا لازم جاوب على سؤال، هون لازم اعمل matching. سو في عندي كتير اشياء بتناسب كل انواع التعليم اللي نحنا منحبه. يمكن بدي نقي مثلا ماتش، كمان فيني اتمرن على هالمعلومات من خلال هيدي اللعبه اعمل ماتشنج للاشياء. مثلا نقول نيوكليوس مع هيدي، سيتوبلازم مع هيدي، وبكفي اللعبه. بعمل باك. كمان عندي اشياء تانية مثلا سبيل، بقدر اسمع الاوديو هون وانا بكتب الكلمه اللي بسمعها. مثلا فاكيو. ومنكمل. كل اللي علي انا اعمله بس بكبس على الشير هون وببعث لهم اللينك وببعث لهم اياه على البلاتفورم اللي نحن بنستعمله، بيفوتوا على اللينك وبيقدروا يتمرنوا على هالاشياء. هلا اذا انا بدي اخلق ست لإلي بكبس على كرييت ستدي ست. لنقول نحن هلا بدنا نتمرن على لغه جديده عم نتعلمها، حنسميه تايتل فرنش. بالدسكربشن رح نكتب دايز اوف ذا ويك ومنبلش نعبي. لنقول نحن عم نتعلم عن ايام الاسبوع، رح نكتب مونداي. والحلو هون انه كوزلت بيساعدوني اكتب الايام بالاسبوع بالفرنش. تيوزداي وبكتب وينزداي كمان، وبقدر كفي حط قد ما بدي وبكبس كرييت. مثل ما سبق وقلت لكم بنعمل لها شير مع التلاميذ وبيقدروا هن ينقوا الطريقه اللي هن حابين يتعلموا فيها او يتمرنوا عليهم فيها. انا بقدر هلا زيد هيدا الست اللي انا عملته على الصف اللي انا عندي يلي هو هلس كلاس، او فيني اعمل صف جديد. رح سمي الصف هلس كلاس مره ثانيه ورح احط بالدسكربشن let's study together create class. هيك بصير في عندي الصف اللي انا فيه وحتى في الست اللي انا بدي اياه بقلب الصف. بقدر زيد التلاميذ عندي على الصف بس اذا بكتب الايميلز تبعهم او حتى بعطيهم اللينك وبيقدر يفوتوا لعندي. وهيك بصير كل شغلنا والستس اللي بنعملهم بقلب هيدا الصف. هيك بنكون تعرفنا سريعا على كيف نستخدم كويزلت. ستي تيون حتى نتعرف سوا على غير اونلاين تولز بالفيديوز اللي جايين.